معانيه كلها لنرى حنكته وحكمته في المشي ملكا بالجبهه الديمقراطيه. ونحن نتمم كلام أبي عمار لنقول إن عام 2017 إن شاء الله هو عام إنهاء الاحتلال. هذه ليست أمنيات وإنما بالعمل إن شاء الله بالنضال بكل الوسائل المتاحة نقول للعالم كفى، إن عام 2017 يجب أن يكون عام إنهاء الاحتلال. أيها الإخوة، أيها الأخوات، لا زال التحقيق في استشهاد الأخ الشهيد أبي عمار مستمرا. بدنا نضل وراهم لنعرف من الذي فعل. لو سألتوني أنا بعرف، بس لا تكفي الشهادة. لكن لابد لنجدة التحقيق أن تصل لتنبش من الذي فعلها. في أقرب فرصة ستأتي النتيجة وستدهشون من النتيجة ومن الفاعلين، لكنهم سيكشفون إن شاء الله. يوم 29 نوفمبر، يعني بعد 19 يوم، مؤتمركم سيعقد بإذن الله هنا في رام الله. مهما حاولوا، مهما لعبوا، مهما قالوا، إن هناك وهناك وهناك، المؤتمر بكم أنتم الذين تمثلون حركة فتح وأصدقائها طبعاً، ستعقدون هذا المؤتمر في قاعة المرحوم الشهيد أحمد الشقيري مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية في 29 من هذا الشهر بالنسبة للمصالحات الوطنية معهم. أنا أقول لأخي كما قال هو لنلجأ للشعب. طيب 9 سنوات من الحوار، 9 سنوات من المفاوضات، بالأخير لابد أن نلجأ للشعب لأن الشعب هو صاحب القرار وكلنا يعرف هذا. دائما معا وسويا حتى النصر.